حقيقة اللي هيعيش ياما هيشوف ترندز كتيرة جدا على السوشيال ميديا، والترندات اللي احنا بنشوفها دي للأسف بتكون مخيفة ومضرة جدا وعلى السلام الاجتماعي وعلى المجتمع بشكل كبير. الأيام اللي فاتت دي شفنا ترند كده بدأ ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اسمه باد ووردز. الطفل بيكون مسموح ليه انه يستخدم بعض الالفاظ طبعا غير اللائقه، ونوع كده من التنفيس عن مشاعر الغضب، عن بعض المشاعر السلبيه، وبيتم تصوير الطفل ده وهو بيقول بعض الالفاظ الخارجه او غير اللائقه. الام بتشوف الفيديو ده وبتتعرف ايه هي اكتر الالفاظ اللي ابنها ممكن يسمعها خارج البيت. طبعا خطوره كبيره جدا ان احنا ننقل او يتم تداول بعض الكلمات المسيئه اللي ما بتعبرش عن قيمنا من خلال الفيديوهات دي. يعني الوحش جدا في الموضوع انه ده عباره عن ايه، ان ام وابنها بيفضلوا واقفين قدام الكاميرا وبتساله انا هطلع بره دلوقتي وهخليك تقول اي باد وورد، يعني تقولها من غير ما هتتعاقب عليها، عشان الام بالظبط تقدر تعرف ايه الكلمات اللي الابن اتعلمها بره. وللاسف الامهات بيعرضوا الفيديوهات دي انتشرت بشكل كبير قوي بره، لكن كان اللافت ان احنا ابتدينا نلاقيها برضو في الوطن العربي، فدي حاجه خطر جدا. خطوره الترندات اللي من نوع الباد ووردز تاثيرها على اولادنا هيبقى عامل ازاي، التاثير السلبي طبعا هنعرف كل ده من ضيفتنا اللي موجوده معانا في الاستوديو النهارده، الدكتوره نهله ناجي، استاذ الطب النفسي بجامعه عين شمس. اهلا بيكي يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني مش عارفه اقول لك ايه، بس يعني ترند وحش قوي. طبعا ابتدت الترندات تبتدي في الاول بطريقه ايجابيه، بعدين ابتدت تبقى فيها نوع من انواع العنف. يمكن شفنا بعض الترندات في الفتره اللي فاتت، اطفال بيجرى لهم حالات من الاغماءات بسبب العنف مع بعض. النهارده ابتدينا نشوف اطفال في سن اصغر كتير، بنتكلم على 4 سنين واقل، بيقولوا باد ووردز. النوع ده من الترندات خطورته عامله ازاي، وازاي احتوي الموقف مع ولادي ان انا ما افرجهمش على النوع ده من المحتوى؟ هو يعني حضرتك لفتي النظر انه في حاجات منتشره بره وبدات تنتشر عندنا. هما الحاجه موجوده اوريدي اون سوشيال ميديا، بس هي مش منتشره بره بدون تقنين زي ما احنا متصورين. يعني اكيد حد فينا بيتعرض انه بيسافر بره بيشتغل او بيدرس هيبقى عارف انه في قيود كتيره قوي 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 على التعامل مع الطفل الصغير، اللي مسموح ان الطفل ده يشوفه ويعمله ويبقى متامن ويتحافظ عليه انه ما يتعرضش لاي مؤثرات تاثر على تكوين شخصيته وذكائه وتصرفاته بعد كده. فهم بره الحاجه متاحه، لكن في قيود على السن ده يشوف ايه ويتعلم ايه ومسموح له يجرب لحد فين، سواء في البيت او في المدرسه او في المرور او في مع اصحابه. الدنيا مش مفتوحه قوي قوي كده. احنا للاسف لما بنستورد الحاجات دي وبنسيب الولاد يتعاملوا معاها من خلال انه حر يشوف على موبايله او على اللابتوب بتاعه اي حاجه، ما عندناش هذه القيود، فبتكون النتيجه ان هو بيبقى اكسبوزد لحاجات مش مناسبه، بيتعرض بالظبط، فبيتعرض لالفاظ مش طبيعيه، لمناظر عنف او العاب على النت، او بيقلد صحابه او بيقلد ناس كبار لحاجات فيها خطوره جدا على طريقه تفكيره. المشكله ان انت الطفل ده من سن 4 سنين لحد سن 12 سنه هو صفحه بتتعلم بالملاحظه بالمتابعه. يعني انت مش محتاج تقعد تشرح له ولا تكلمه، هو بس سيب له حاجة يتفرج عليها باستمرار، سواء كانت ناس بتتخانق، حاجة أونلاين بيتفرج عليها، أو كتاب بيقراه، وهو هيبتدي يحفظ المعلومة ويكررها وبعدين تطلع منه بصورة تلقائية. فده أسلوب ممنهج إزاي أعلم العنف. يعني كنا بنتكلم في فترة عن ليه الأطفال دلوقتي بقوا بيتصرفوا بعنف وباندفاعية، سواء كانت لفظية أو في بالضرب أو بالخناق أو بإيذاء حد جنبه، صاحبه أو الحيوان بتاعه أو أخوه في البيت. السبب إن أنت لما بتمسك لعبة زي دي وتقعد تتفرج عليها أو ترند فيه ألفاظ خارجة، بيبقى أنت بتنتصر وتفوز في اللعبة دي بإن أنت بتعرف تبقى عدواني أكتر من اللي قدامك. فالبطل هنا مش البطل اللي بينقذ حد بيتعرض لمشكله،
لا البطل هنا اللي بيقتل عدد اكبر، اكثر عدوانية، البطل هنا اللي بيعرف يشتم اكتر، البطل هنا اللي عارف يدمر ويكسر ويحرق اكتر. فبقى ده المفهوم بتاع الفوز، بقى ده المفهوم بتاع الانتصار. انا كده بقلب المفاهيم كلها، يعني بعمل مفاهيم جديده وبزيف المفاهيم زي ما بيقولوا. لكن انا اللي استوقفني يا دكتوره ومستغربه جدا في الترند ده انه تشجيع الام. بالظبط، الامهات هم اللي بيشجعوا ولادهم ان هم يقفوا قدام الكاميرا ويقولوا يا حبايبي الالفاظ اللي بتسمعوها بره في الشارع عشان اسمع الالفاظ دي. دي فكره مدمره جدا. الام او الاب اللي هم يعني المؤسسه الاولى المفروض مسؤوله عن تشكيل الطفل ده وتربيه، هي اللي بتشجعه يعمل ده. دي حاجه خطيره جدا. هي يعني شهوه ان انا اجري ورا الترند باي طريقه، ودي نفسيا يعني تفسريها ازاي؟ هو في اسلوب في التربيه مش جديد، يعني كان موجود من فتره، انه كل ما تدي حريه للطفل عن التعبير يبقى انت اديت له مساحه انه يطلع اللي جواه وانت تعرف عنه وتسمعه اكتر. بس هي الفكرة انه يعني الكلام ده من ايام دكتور سبوك، ده من فترة طويلة، يعني بنتكلم مثلا من 50 سنة فاتوا. لكن بعد فترة من مشاهدة ايه اللي حصل في الاجيال دي بدأوا يعتذروا عن اللي اتقال، انه لا هو انت ما تسيبوش يغلط وتقول هو من حقه يغلط عشان يطلع طاقة الغضب اللي جواه، علمه يطلع غضبه ازاي. يعني لو انت متضايق من حاجة مثلا، انت طلبت لعبة واحنا ما جبناهاش دلوقتي، هل من حقك ترزع الباب؟ هل من حقك تشتم؟ هو ترشيد الغضب ازاي تعمله ترشيد؟ لا انت فهمه ان احنا مش هنجيبها دلوقتي، وانت بعد فتره هتحصل عليها لان انت اجدت شويه في دراستك، لان انت اتصرفت بادب فانت تستحق هذه المكافاه. حتى لو اتضايق شويه مش هيجرى له حاجه، بس هو هيتعلم ازاي ينظم رغباته وازاي ياجل الحاجه اللي عايز يحصل عليها وازاي يحصل عليها من طريق صح مش باي طريق غلط. مش كل الناس عندها هذا العلم او هذه الثقافه. فدلوقتي احنا للاسف بقينا متعلم من السوشيال ميديا. فلو حاجه موجوده قدامنا وجديده ما نجربها، يمكن تجيب نتيجه، يمكن تشهرنا زي ما بتوع السوشيال ميديا انشهروا. حتى لو فيها ريسك ما نجربه، مش هنخسر حاجه. لا هو هنخسر كتير، لانه دي كانها ويف منظمه لزياده العنف في التعامل البشري. مش هقول انها مبعوثه لنا مخصوص، بس هي بقت موجوده. يعني لو حضرتك تفتكر مثلا لما جت امريكا يناقش فيها فكره ايه اللي بيحصل في سجون ابو غريب، فطلع ترند كده في امريكا بيسالوا هو ليه ولادنا بقوا بيتصرفوا بهذا العنف. فتقال انه الاساليب اللي احنا ربينا بيها وسمحنا فيها ان هو يزعق بصوت عالي وما يحترمش مواعيده ويتعامل مع الطرف الاخر بتمييز وبعنف، اداهم المساحه دي في التصرف بعد كده. طب هو هيتصرف كده مع الغريب بس ولا ممكن يتصرف معايا انا كده؟ ممكن يتصرف كده مع صاحبه، ممكن يتصرف كده مع ابوه وامه، ممكن يتصرف كده في بلده مش بس بره. اه طبعا ممكن. فبدا يبقى في مراجعه للميول دي، انه ده مش دايما يبقى صح. انت بتجرب حاجه ممكن تطلع صح او غلط، بس ليها اثار جانبيه مش هندركها غير لما نلاقي الاجيال دي على اللونج ران بقت بتاذي نفسها وبتاذي اللي حواليها. وده اللي حاصل دلوقتي. يعني العنف الشديد في كل حاجه ده ما كانش موجود بالحجم ده. السكوت العالمي والاجتماعي على مظاهر عنف احنا بنشوفها برضو ما كانش وارد، لكن ده بقى نتيجه يعني فكر واسلوب حياه مقبول، لان انت ربيته من فتره طويله انه ده العادي. انا عاجبني ان حضرتك قلت كلمه ان هو زي ويف منظمه ممنهجه مبعوثه، على فكره مش بس لينا، مع الامريكان نفسهم متضايقين وبيعملوا مظاهرات دلوقتي ضد حتى الحاجات اللي بتتعلم لهم في المناهج، انه مش موافقين ان اولادهم يبقى عندهم النوع ده من التعرض لافكار مختلفه حتى عنهم. دايما كنا عندنا مشكله، او الاهالي دايما عندهم مشكله مع اطفالهم المراهقين في اقناعهم ببعض المفاهيم اللي النهارده بقت زي ما كان لسه عبده بيقول مختلفه، يعني او فيها يعني تنوع كبير قوي. انا النهارده ازاي كأم احافظ على ابني من سن صغير انه ما عرضوش للترانس ده، وعرفه الصح من الغلط، وعرفه انه حتى النهارده في قيم لبيتنا، لو احنا العالم كله او المجتمع كله من حوالينا بيعمل حاجه معينه، احنا بيتنا ليه قيم معينه لازم تحترمها. اعمل ده ازاي في سن صغير؟
انت محتاجه يكون انت عندك القيم الاول. فهو جيل بيسلم اللي بعده، فلو الام دي على قدر من الوعي ان هي عارفه يعني ايه قيم اجتماعيه ويعني ايه قيم دينيه ويعني ايه اخلاقيه، هي عندها الحصيله دي من الاول. الحاجه الثانيه، قربك من ابنك لازم يبقى اكتر من قربه من الموبايل. حاله الحوار مع الاب والام، هو يقلدك، هو بيقلدك جدا. يعني هو شايف الحوار اللي بين امه وابوه، شايف الحوار اللي مامته بتديره في التليفون مع اصحابها، شايف الموبايل بتاعها هي بتحب تتفرج على ايه وبتقلد ايه. هو ما ينفعش تقولي له حاجه وتعملي عكسها، لان هو شايفك اكتر ما بيسمعك. كمان انت لازم تبقي قريبه عشان تبقي موديل اللي هو عايز يقلده وعايز يبقى في يوم من الايام زيك. الوصله دي بيننا وبين ولادنا بقت ضعيفه قوي، لان مساحه الوقت اللي بنعيشها مع بعض ما بقتش كتير. صحيح. وان هو شايفك موديل ناجح يستحق التقليد برضه ما بقتش كتير. هو شايف الموديل اللي عنده اونلاين مشهور غني شيك قوي احسن من اللي قريب مني وبيشتكي ان هو مش عارف يحقق ده. فانت محتاجه تقولي ان في توازنات. في موديل قدامك شكله مشهور وشكله قوي بس عنده مشاكل في حاجات تانية. احنا بنحاول ان احنا نبقى احسن منه في مميزات تانية، فاحنا ممكن نبقى متوازنين حتى لو ما كانش عندنا حاجات اعلى منه. محتاجة اكون الوعي ده عندي وانقله مني لاسرتي. وبعدين انا وانا عايشة الدنيا، انا مش عايشة عشان بس ابقى بعمل ترندز، لا انا عايشة عشان اعمل حاجة مفيدة. ايوة. حاجة مفيدة دي يعني انا عايزة ابني يطلع بني ادم سوي. مش شرط درجات دراسة، مش شرط فلوس، مش شرط قوة فيزيكال، قد ما هو بني ادم متوازن مبسوط وحاسسه انه لازم يبقى يدي قيمة في المجتمع. لان يعني فكرة برضو الترندز دي يا دكتور اللي هو الجري او شهوة الحاجات الزائفة السريعة، الحاجات اللي هي ما بتحترمش قيمة العلم، قيمة العمل. حتى بنشوف دايما افتتان شديد جدا بالنماذج اللي مش عايز اقول السطحيه، اللي هي بتعمل ثراء سريع وغيره، لكن ما عندهاش قيمه حقيقيه تضيفها للمجتمع. ده مهم. بس انا عايز اسال حضرتك يعني فكره انه مش بس انا كاب وام بالربي في البيت، يعني ممكن اكون انا موديل لاولادي، لكن في عوامل اخرى بتؤثر على ابني وبنتي، الجامعه، المدرسه، الاصدقاء، العالم بتاعهم اللي هو ايقاعه مختلف تماما عن ايقاع البيت او الاسره. دي عوامل ممكن اتحكم فيها ازاي؟ لانه هو بيعيش في المدرسه، بيعيش في الجامعه، بيعيش في النادي مع اصدقائه. دي انا كاب وام يعني اتحكم فيها ازاي؟ اللي حضرتك قلته انه في ساعات اب وام مثلا بيختاروا لاولادهم مدارس، فممكن تروح المدرسه تقول لك ايه، انا شفت الاتيتيود في المدرسه دي مش عاجبني، انا شفت مستوى الولاد واولياء الامور مش عاجبني. في اهالي دلوقتي حتى بعد ما الولاد بيخلصوا المدرسه بيقدموا لهم في جامعات، فممكن يروحوا مع الولاد الجامعه ويقول لك انا بقيت مستغرب، انا ابني هيعرف يتاقلم مع البيئه دي ازاي؟ دول لبسهم بطريقه معينه، عربياتهم، اسلوب معاملتهم، بس الناس شايفاها ايه؟ شياكه ان انا دخلت جامعه غاليه قوي بالظبط، وجامعه سمعتها كذا. بس هو الولد ده بعد ما يدخل بثلاث اربع شهور هيبتدي يبقى فيه ازمات نفسيه، لا ويصطدم مع بيته واسرته، يقول لك شوفوا هما بيلبسوا ازاي او بيتحركوا او بيتكلموا ازاي وبيعملوا ازاي، مش هتعرف تعزله عنه، عايز ابقى زيهم، ده المجتمع بتاعي. فانت محتاج تختار نموذج قريب منك علشان ما تدخلوش في الصراع النفسي ده انه انا هبقى زيهم وهم احسن مننا ولا اقل مننا. نقطة تانية اللي حضرتك قلتها ان في بيوت دلوقتي حتة الصراع السريع، الولاد بيجوا في مرحلة في المدرسة ويقولك أنا مش هكمل. ليه؟ أنا بعرف ألعب جيمز على الموبايل هتجيب لي دخل، وأنا بالدخل ده هبقى أغنى منك. أنا ممكن يبقى عندي عربية وأنا عندي 18 سنة، وممكن أسافر برا، وممكن أعمل مشاريع وأعمل اللي أنت ما عملتهوش بالشهادات بتاعتك. وللأسف الأهل بقوا معجزين إن هم يوصلوا لأولادهم ان انت محتاج تعمل خطوات مرتبه في حياتك فتخلص مرحله الدراسه وبعدين تبدا خبره العمل. يعني ازاي يا دكتور لما هم بيشوفوا ايلون ماسك طالع يقول انت مش لازم تروح تخلص دراستك وانا ما خلصتش دراستي، والناس اللي بتروح تعمل دكتوراه وماجستير انتوا عندكم الانترنت دلوقتي تقدروا تاخدوا اي معلومات انتوا عايزينها منه، ازاي يعني هم شايفين النماذج الناجحه دي قدامهم
الناجحه مش ناجحه بقى، دول احسن يعني من احسن طب لناس يعني. في كام واحد ايلون ماسك؟ في كام واحد محمد صلاح؟ اجابه حلوه كويس يعني. هو فعلا في نماذج، بس عارفه ساعتها هيقولوا ايه الولاد النوادر دول مش العام في قدراتي يعني. دي الكلمه اللي الحاجه الثانيه زمن وغير زماننا. انت في زمن في منافسه في قدراتك العلميه وفي معلوماتك، فانت بتحاولي على قد ما تقدري تاخدي حصيله علميه تبني عليها اللي جاي. لكن انا مش هقدر في نص الطريق اقول انا توقفت في التعليم عند كده وانا هعمل مثلا مطعم والمطعم ده يخليني مليونير. مش كلنا هنبقى فرانشايز معينه، مش كلنا هنبقى فنانين او لعيبه كوره او كده، لا. بس فعلا في نماذج كده. بس فكر فيه كمان، هو اتدرب قد ايه وتعب قد ايه وواجه مشاكل قد ايه، وهل هو قابل للتكرار بسهوله ولا لا؟ لا هو بس عايزه عشان لو في حد بس ايه سمعني بقول الكلمتين دول، ايلون ماسك جاي من عيله غنيه جدا اصلا يعني. أيوة. بادئ اصلا غني. ومعظم الفنانين تايلور سويفت واريانا جراندي والناس دي اللي الناس بتحتذي بيهم جايين من عائلات غنيه جدا اصلا. التيك توكرز او السوشيال ميديا انفلونسرز في وقت ابتدى، يمكن الناس دي ابتدت لما كانت السوشيال ميديا لسه بتبتدي، لسه بتقول يا هادي. النهارده عشان تعمل صناعه محتوى بقى عندك كذا ابلكيشن محتاج تبقى اكتف عليه او نشط عليه، الموضوع بقى صعب جدا، ما بقاش زي الاول. عايز اقول لك ان في بعض النماذج اللي حضرتك بتوصفيها دي بيترددوا على العياده النفسيه، هم بالزبط. نفسهم عندهم مشاكل يعني بالزبط. يعني هو عنده مشكله ان انا بدات اعمل حاجه كسبت في الاول جميل. مش عارف اكسب تاني، مش عارف لا اكمل ده ولا ارجع لخط التعليم بتاعي. طيب نرجع مره تانيه لباد ووردز، وازاي بقى احمي ولادي؟ يعني لو خدنا من حضرتك كده ارشادات سريعه وكبسوله سريعه، ازاي احمي ولادي وانا كاب وام احمي يعني نفسي في البدايه من شهوه الجري والانسياق وراء الترندز اللي هي ممكن تدمر قيم مجتمع باكمله؟ حضرتك محتاج تديله سلاح قوي قوي طول ما انت بتربي هو صغير. عندك صفحة بيضة اكتب فيها معلومة صح. هو الموبايل والكمبيوتر بيجيبوا المعلومات منين؟ انت بتعمل له فيدباك بمعلومات وهو بعد كده بالسيرش بيطلع لك الإجابات اللي انت عايزها. فانت لو حطيت في ابنك من الأول قيم يختار على أساسها، كل ما يكبر هيعرف يفلتر اللي معروض عليه. لأن أنا هيجي لي وقت هفقد الكنترول. أنا إذا كان وهو صغير من حقي أبص هو بيشوف إيه، إذا كان في مرحلة أقدر أحدد له ساعات يتفرج عليها أو أشترك في اختيارات أصحابه أو مدرسته، أنا مش هعرف أختار له شغله ولا حياته بعد صحيح. كده فلازم هو يبقى طالع معاه جذور تخليه يعرف يختار إيه المناسب ليه، وما يبقاش المناسب ليه ده بعيد عنك. لأنه البيت ده بيبقى يعني زرعة أنت طلعتها، هي هتطلع بعد كده فروع. لكن لو الأساس نفسه من الأول مختل هو مش هيعرف يختار بقية حياته. شكري شكرا جزيلا. وكمان حضرتك قلت كلمة مهمة جدا، فكرة الحوار مهم جدا، ان انا اتكلم واتناقش مع ولادي وما افرضش عليهم مرة يعني اقول له ده لا ليه، او ما تخشش الابليكيشن او الترند ده ليه، بحالة حوار بحالة اقناع، مش ان انا اجبره او افرض عليه حاجة معينة. شكري شكرا جزيلا دكتور نهلة ناجي، استاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، نورتينا وشرفتينا. بشكر حضرتك. شكرا ليك يا دكتور.